المرجع الأعلى، يرتبط جميع أفراد الأمة بشخص المرجع الأعلى لأنه الطريق الوحيد الذي يمكنهم من أهدافهم الدينية، ولا يتمكنون منها بأنفسهم ما داموا ليسوا بمجتهدين، فيكون وجوده رباطاً يضم جماهير المسلمين بتقليده ويجعلهم كتلة موحدة لا تتسلل إلى واقعها الانشقاقات، على أن من الأهداف الدينية التي يثيب عليها الإسلام هو تعظيم شخص القائد الديني، فينخرط بنفسه في المقدسات والشعائر التي أنزل الله فيها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.